الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا في رحاب مولانا الإمام الشاطبي رضي الله عنه وأرضاه في منظومته المسمى حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع، وما زلنا كذلك في رحاب شرح مولانا الشيخ حامد الجمسي رحمه الله تعالى لأصول هذا المتن الكريم، ولا زلنا في باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين. وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الإمام رحمه الله تعالى: وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها، وفي أحرف وجهان عنه تهللا، فما حملوا التوراة ثم الزكاة قل، وقل آت ذا ولتأتي طائفة على، وفي جئت شيئا أظهر لخطابه ونقصانه والكسر إدغام سهلا. قال شيخنا رحمه الله تعالى في شرح ذلك: الحرف التاسع وهو التاء، ويدغم في الأحرف العشرة الخاصة بالدال علاوة على حرف الطاء دون قيد أو شرط، نحو الشوكة تكون 100 جلدة. ولكن هنا ملاحظات: أولا، أن التاء من الدال، وهي مع التاء تكون من المثلين، فعدد الأحرف 10. ثانيا، هناك أحرف ومواضع للتاء فيها الإظهار والإدغام للسوسي، وهي التوراة ثم، الزكاة ثم، وآت ذا القربى، ولتأتي طائفة. ثالثا، قوله تعالى: جئت شيئا، تنازعها عاملا، الأول داعي الإظهار وهو تاء المخاطبة، الثاني داعي الإدغام وهو أن الكسر سهل الإدغام، فهذا الموضع فيه وجهان: الإظهار والإدغام للعاملين المذكورين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها، المعنى الحرف العاشر وهو الثاء، ويدغم هذا الحرف في الخمسة أحرف الأول من أحرف الدال، وهي التاء والسين والذال والشين والضاد، دون قيد أو شرط، نحو حيث تؤمرون وورث سليمان وهكذا. قال الناظم بعد ذلك: وفي الصاد ثم السين ذال تدخل، المعنى الحرف الحادي عشر وهو الذال، ويدغم في السين نحو فاتخذ سبيله، والصاد نحو ما اتخذ صاحبة ولا ولد، ولا يدغم في غيرهما. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: وفي اللام راء وهي فرا وأظهرا، إذا انفتحا بعد المسكن منزلا سوى قال، المعنى الحرف الثاني عشر والثالث عشر وهما اللام والراء، ويدغم كل منهما في الآخر بشرط ألا يكون اللام أو الراء المدغمة مفتوحة بعد ساكن، فلا يدغم نحو الحمير لتركبها، ولكن يدغم نحو النار لهم. ويستثنى من ذلك كلمة قال، فتدغم دون قيد أو شرط، نحو وإذ قال ربك للملائكة. وما قال النووي بعد ذلك: ثم النون تدغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن مسجلا. الحرف الرابع عشر هو النون، ويدغم في اللام والراء
بشرط أن يتحرك ما قبل النون مثل ليبين لكم، فإذا سكن ما قبل النون نحو من المؤمنين رجال فلا إدغام، ويستثنى من ذلك كلمة نحن تدغم في اللام دون قيد أو شرط، نحو ونحن له مسلمون وهكذا. ما قال الناظم بعد ذلك: وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا. المعنى: الحرف الخامس عشر حرف الميم، وهذا الحرف إذا تحرك قبله وأتى بعده باء مثل أعلم بكم، فإن الميم تسكن وتخفى عند الباء مع التحرز من كز الشفتين أو إطباقهما، لأن الإطباق يترتب عليه الإظهار فلا يأتي الإخفاء مع الإطباق، فلا يدغم السوسي نحو اليوم بجالوت إبراهيم بنيه، لأن ما قبله ساكن. قال الناظم بعد ذلك: وفي من يشاء با يعذب حيثما أتى مدغم فدر الأصول لتأصل. المعنى: الحرف السادس عشر والأخير هو الباء، يدغم السيوسي باء يعذب في ميم من يشاء حيث وقع في القرآن الكريم، والإدغام يكون في هذا اللفظ فقط. قال الناظم بعد ذلك: ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالتك الأبرار والنار أثقل. ومن أول هذا البيت إلى آخر الباب يمكننا أن نعنون لهم بقولنا قواعد عامة في الإدغام. معنى هذا البيت إن شاء الله سوف نشرح في باب الفتح والإمالة أن من أسباب الإمالة الكسر نحو النار المجرورة يكون فيها إمالة، النير سببها كسر الراء، وعليه فإذا أدغمنا الراء في اللام مثل النار له النال له ذهبت كسرة الراء بالإدغام، فهل تبقى الإمالة مع الإدغام أم لا؟ وللإجابة يجب تحليل المسألة. أولا، الإمالة سببها الكسر، وهي حركة أصلية إعرابية، أي أن الإمالة أصلية. ثانيا، الإدغام عارض لأنه لا يأتي إلا في الوصل فقط، وبالتالي سكون الراء الذاهب عارض لأنه يأتي مع الروم وقفا، وبالتالي فإن الإمالة أصلية ولا تذهب بالإدغام العارض، فتبقى الإمالة مع الإدغام هكذا أني له وهكذا. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك: وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكم متأملا. القاعدة الثانية: علاقة الإشمام والروم بالإدغام. القاعدة تقول أنه ما يجوز على العارض للسكون يجوز على الإدغام، فإذا أردنا أن ندغم فيه هدى جاز لنا الأربع أوجه مع الإدغام، مع العلم أن الروم يمنع تمام الإدغام، ويستثنى من ذلك أربع صور ليس فيها إشمام ولا روم ولكن فيها إدغام مع الإسكان فقط، وهي الباء مع الباء نحن نصيب برحمتنا، الباء مع الميم نحو يعذب من يعذب من. ثالثا، الميم مع الميم نحو يعلم ما. رابعا، الميم مع الباء أعلم بكم. قال الناظم بعد ذلك:
وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلا خذ العفو وأمر ثم من بعد ظلمه وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشمل. المعنى القاعدة الثالثة إذا كان قبل الحرف المدغم حرف ساكن صحيح فإن الإدغام المحض يكون عسير لا مستحيل وفي هذه الحالة يجوز للسوسي وجهان الأول الإدغام المحض على القاعدة وهو مذهب المتقدمين الثاني الإخفاء وهو بعض حركة ويشبه الروم أداء ويختلف عنه قاعدة كما يلي أولا الروم يجوز في المضموم والمكسور أما الإخفاء فيجوز في المكسور والمضموم والمفتوح نحو وذي العفو وأمر ثانيا أن الروم والإشمام لا يجوزان في الصور الأربعة السابقة أما الإخفاء فيجوز فيها والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا آخر ما قاله شيخنا رحمه الله تعالى في شرح هذا الباب ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.